السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم محمد السيد. إن شاء الله النهاردة هنتعرف على إجابة لكل الأسئلة اللي بتدور حوالين موتوسيكل دايون 26. تمام، ناس كتير جدا متلخبطة، يعني لما يجي يسأل يقول لك الموتوسيكل بكام؟ ما ينفعش الموتوسيكل بكام. ليه؟ لأن الموتوسيكل نازل منه 3 إصدارات وفي اختلافات بين الثلاث إصدارات، فيقول لك طب إيه الاختلاف؟ مش هو موتوسيكل واحد ونفس الاسم؟ لا. النهاردة بقى هنعرف كل الحاجات اللي بتدور في دماغك ان شاء الله نجاوب عليها. اول حاجة الاصدار الاول اللي هو دايو 26 العادة، وفي ال وفي الاكس ال او الماكس، تمام، الجديد اللي قدامنا ده اول واحد، ده اللي هو العادة خالص دايون 26 بس. تمام، اول حاجة الاختلاف الميكانيك اللي هو الهيكل التركيب التصميم، ده فرامل عادة امامي وخلفي، نفس نظام البوكسر العادة بالظبط، فرامل عادية قدام وورا. هتبص تشوف شكلها دلوقتي عشان يعني تتأكد وتشوف، لكن الاختلاف كشاسيه موتور الهيكل الميكانيكا كله واحد، التلاتة واحد، لكن لو خدت بالك هتلاقي الفرملة. ثم الشريط اللي على التانك اللي على طقم الصاج، قال له يعني الكاوتش واحد، الجنوط واحدة، غطى الجنزير، كل حاجة كل حاجة زي ما حضرتك شايف. انا كده اصلا عامل لك الفيديو طويل شويتين عشان تلف وتتفرج وتتأكد براحتك. رقم 2 دايو 26 ال اللي هو الوسط، فرامل عادية ورا، نفس اللي احنا كنا شايفينها دلوقتي، ما فيش اختلاف اهو، بنفس الاكس بنفس الجلبة بنفس التركيب بنفس كل حاجة، صح ولا لا؟ نطلع قدام هتلاقي هناك عادة، هنا فرامل ايه؟ باكم. كده المكنة تحولت نفس المكنة المسطرة اللي هي الدور 4، الهوجن 4، الحلاوة 4، البركة 4، الياسونج، اي موتوسيكل فوق اللي احنا متعودين عليه المسطرة، هتلاقي باكم قدام وعادة ورا. نروح للمرحلة الثالثة اللي هو الماكس او ال اكس ال اكس ال، تمام، هتلاقي فرامل باكم امامي نفس التانية، نفس اللي في النص اهو، من ورا متغيرة، من ورا باكم برضو نفس اللي قدام، لكن التركيب الميكانيكي هو هو، الموتور هو هو، نفس قطع الغيار، نفس قطر الجنط امامي وخلفي، نفس الشكمان، كل حاجة هي هي بالتفصيل. بتختلف في السعر، بتختلف في السعر. طب ايه هو السعر بقى؟ الناس كلها بتسأل الموتوسيكل بكام، مع ان انا ذكرت السعر دايما في كل نهايه الفيديو بس بكر السعر، ومع ذلك سعر الموتوسيكل العاده 14000، تمام، الباكم قدام وعاده ورا 14300، باكم قدام باكم ورا 14500. انا بطول فيها بمط فيها اهو عشان ايه؟ تثبت، تمام. اهو شوف لو خدت بالك كلهم ارتفاع واحد، حمله واحده، مميزات واحده اللي هي الكارع او الدواسه في الشاسيه، الشاسيه كامل قطعه واحده، تمام، مفيش اي اختلاف، بربريز، فانوس، نور، بطاريه، كل حاجه. طيب احنا كده جاوبنا الفرق وقلنا السعر. في ناس كتير جدا بتسال طب المكنه دي لسه جديده لها قطع غيار؟ اقدر اقول لك يا باشا المكنه ديت قديمه بس كانت ممنوعة. ازاي؟ المكنة ديت كانت يعتبر موقفة، او لو كانت فضلت كانت هتوقف سوق المكن الصيني والهندي كله، تمام؟ اتفقنا الاول. المكنة دي راحت، طبعا كان موجود في منها 13 و14 و15 و16 موجود، ولو دخلت على القناة هتلاقي عمرة موتور داين 26. وطبعا الكلام اللي انا بقوله في كفاءة المكنة مش كلامي، وانتوا عارفين ان انا ماليش كلمة في الكلام ده قد كده، لا ده انا بسأل كمان الزبون اللي ركب اللي لقينا المكنة، الحمد لله مفيش زبون قال فيها عيب. فطبعا انت ايه؟ اسأل مجرب وما تسألش دكتور، هي دي. فكل اللي جربوها شكروا فيها، اذا لما انا انصحك بيها يبقى انا بنصحك عن تجربة ناس. طب لو واحد ظهر قدامه حاجة وحشة يبقى هو 1% غلط، او هو نصيبه كده، لكن المكنة
بسم الله ما شاء الله ما حدش عيب فيها نهائي لا ركوبه ولا كده. طب ليه؟ اقدر اقول لك المكنه ديت مكنه بوكسر عاديه خالص، سواء بوكسر الهندي او بوكسر الصيني، هي مكنه بوكسر بنفس الركوبه بنفس القطع الغيار بنفس كل حاجه. هتقول لما ليه الاختلاف؟ طب ما انا اجيب البوكسر بقى. اقول لك لا، في حاجه بقى، احنا شلنا الموتور بتاع البوكسر اللي هو لو عمر هيشتغلك كل شويه، اللي هو يعني على قد حالته صحته تعبانه شويه، حطينا لك موتور دايون 6 يبقى ملهاش قطع غيار. لا، واحده واحده، انا عايزك تفهم بس بالراحه واحده واحده. المكنه جسم المكنه الخارجي كاوتش جنوط قالت جر كرسي كل حاجه، ده ايه؟ بوكسر، يبقى قطع غيارها متوفره وينفع اعدل. ينفع تعدل له، تعدل كهرباء، تعدل اي حاجه، موجود تعديل. طب الموتور اقدر اقول لك بقى ايه؟ ان اي حاجه دايون 6 في الموتور هي اللي هو موتور دايون 6 تيروس بيستم سلندر الكلام ده، يبقى ايه؟ دايون 6. يبقى عرفنا قطع غيار متوفره، متوفره. عايز تعدل الوش كامل اصلا تخليه وش عادي مفيش فيها اي مشكله، تمام. يبقى احنا اتكلمنا المكنه، السعر، الفرق بين المكن، قطع الغيار. طيب موضوع ثبات المكنه وسرعتها والكلام ده، طبعا احنا هنعمل فيديو تجربه على الطريق افضل واحسن. طيب التواصل ازاي يا باشا؟ في حاجه انت حضرتك محتاج المكنه صندوق، هتركب هتروح اليوب، طبعا معاك الرقم بتاعي، هتتصل بيا، هتجيب عربيه وانت جاي تحمل المكنه في صندوقها في عربيتك وتتوكل على الله، تدفع فلوسك تاخد ورقها كامل وانت واقف، هتبعت لي صوره البطاقه الاول. طب هتقول لي لا انا عايزها متقفله، اقول لحضرتك هتتصل بيا، تبعت لي على الواتس طبعا مش اتصال، المواصفات اللي انت عايزها، اللون اللي انت عايزه، هتبعت لي صوره البطاقه عشان اطلع لك الورق، هبعت لك انا بقى سواء رقم فودافون كاش او البريد، تبعت لي حواله 2000 3 اي مقدم، اجيب المكنه واقفل ولين و100 100 وتمام وزي الفل، يومين ثلاثه تيجي تستلم مكانتك بورقها خالصه كل حاجه زي الفل، مغيره زيت ملينه بالمواصفات اللي انت هتختارها، كلام زي الفل، كلام زي الفل. لاي مكان؟ لاي مكان. طب موضوع الشحن؟ والله ما اعرف عنه حاجه، الناس اللي بتسالني دايما طب في شحن محافظات، انا اصلا ما اعرفش شركات شحن او كده، تمام. فانت اللي يعرف او ليك حد صاحبك ممكن يجيبها لك، انا لو اقدر اجيبها لك لغايه البيت والله لا جايبها، لكن يعني ما عنديش شحن، تمام. طيب الالوان المتاحه عندك، اللون اللي هتختاره عندك، فيها ابيض، اسمر، اسود، احمر، ازرق، ايه تاني؟ رصاصي. يبقى ابيض واسمر واسود واحمر ورصاصي وازرق، خمس الوان ما شاء الله احسن من بعض، تمام. يبقى بتفي لكل الاغراض وكل الاذواق، انت محتاج باكم ورا وقدام، محتاج باكم قدام وعاده ورا، محتاج عاده قدام وعاده ورا، انت وذوقك، عايز لون ابيض لون اسمر لون اسود، انت وذوقك، فهي بتفي كل الاغراض. طبعا احنا قلنا فيديو كامل عن مميزاتها ومواصفاتها بكل حاجه عنها، تمام. نعومه الموتور دايون 6 ما تقلقش منه. طب الموتور لو عمر هيبقى زي بتاع البوكسر تنساه ولا لا؟ هقول لك ده هو ده بتاع دايون 6، عمرته موجوده ويكفي ان هو صيني. يعني ايه؟ يعني رخيص، العمره بتاعته رخيصه، قطع غياره متوفره، تركيبه سهل ويعيش زيه، مش زي الاصل قوي بس نفس النظام قريب، مش شهرين ثلاثة أربعة مش سنة ويبوظ تاني، لا هتجيب حاجة نظيفة وأصلية هتعيش معك وتعمر معك. بتهيألي ده كده كل المعلومات اللي حضرتك عايزها عن الدايون 26، صح كده؟ موضوع بقى كفاءة المكنة وثباتها على الطريق والركوب والكلام ده، ده إن شاء الله في فيديو هنطلع نسوق المكنة على الطريق. بعد كده بقى تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. شوف يا سيدي، النهارده في حاجه، في مصيبه، يعني
كلنا إلا من رحم الله ابتلي بها، وهي سوء الأدب مع الله. أنا آسف، إلا من رحم الله. في ناس كتير جدا عادت تقول ليه يا رب، اشمعنا يا رب، يا رب ارفع البلاء. تعرف ان انا والله انا بستحي اقول يا رب ارفع البلاء عننا، من اعمالنا، من اعمالكم سلط عليكم. احنا النهاردة معلش الحال اللي احنا فيه ده حال بني ادمين عاقلين، سيبك بقى من الله والنبي والاسلام وكلام، ناس عاقلين. انا كنت بتناقش انا واحد بقول له والله كانت نساء قريش الكفار كانوا ارجل منا دلوقتي، يعني هند بنت عتبة قبل ما تسلم، قبل ما تقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، لما كانت بتبايع النبي صلى الله عليه وسلم بتقول له يا رسول الله على ما نبايعك، انا هبايعك عليه، قال الا تشركنا بالله شيئا ولا تسرقنا ولا تزنين. فبتقول له يا رسول اه وتزني الحره، ده كانت كافره لسه، وهي هو اصلا في واحده حره بتزني، سواء كافره مسلمه مش فارقه معاها، في واحده اصلا بتبين شعرها قدام الناس تبقى اصلا حره، ده ما بيعملش كده الا الاماء العبيد. تخيل النهاردة احنا ما حصلناش اخلاق ابو لهب وابو جهل وهند بنت عتبة وابو سفيان والجماعة دول قبل الاسلام، كانوا بيأنفوا من الكذب. سفيان بن حرب ده كان ابى ان يكذب على رسول الله قدام هرقل. هنفتح الموضوع ده بعدين، بس كتر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصالح الناس كلها، الدنيا مش مستاهلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.